السلام عليكم مشاهدين قناة شوف تي في في جميع أرجاء العالم. اليوم حنا كنتواجدوا في العاصمة الاقتصادية ديال ألمانيا مدينة فرانكفورت، وبالضبط مع جمعية الأمان اللي منظمة هذا الحفل هذا الكبير، جامع الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا بطبيعة الحال من جميع المدن. غادي يكون حفل زوين بزاف، فيه فنانين شباب وفنانين معروفين بزاف. كنتمنوا الصراحة تكون ممتعة، غنصادفوا ناس معنا، خليكم معنا ما تمشيو فين. رانا هنا ان ديريكتو، غندخلوا ان شاء الله دابا نغنيو، وكنتمنى لكم الخير. 2019 جات علينا واعره بزاف من مزيد من النجاحات والاخر، و2020 ان شاء الله نتمنى تدوز مزيانه بحال 2019 ان شاء الله، ونتمنى الخير لاي واحد والتوفيق لاي واحد، وتحيه لشوف تي في. ومره اخرى رجعنا لكم مع النجمه ديال الحفل ديالنا اليوم، شابه ماريا. شابه ماريا غنيه عن كل تعريف، والناس كاملين كيعرفوا الاغاني ديالها تبارك الله عليها. اليوم زارتنا في المانيا. غادي نسولها اول سؤال، فين هاد الغبره ماريا؟ السلام عليكم، تحيه لشوف تي في، تحيه ناس المانيا. راني فرحانه راني معكم اليوم، صافي بليزير انا نشوفو شوف تي في ايسي اون اوروب. ماريا ما غابراش، توجور الاليله، توجور الجديد والخدمه، هادشي اللي نقدر نقول. دغنيغمون جيتي يا ميم با دو سيمين كنت في الفيستيفال ديال الكرسيف تاع الزيتون. ماريا شفنا تفاعل ديال الجاليه المغربيه المقيمه في المانيا هنا بالضبط فرانكفورت، الناس كاملين ما بغى يمشي حتى شي واحد، برغم انه الحفل تاخر واحد شويه، كلشي كينتظر ماريا طلع. شنو تقدري تقولي للجاليه المغربيه المقيمه في المانيا اللي كتحبك بزاف؟ صراحه كنقول لهم ايد في ايد، وتحيه بلادنا، والله يخلينا بلادنا، وتهلاو في صحيحتكم وتهلاو في والديكم. 2019 شنو دارت لك زوين وشنو دارت لك خايب؟ 2019 دازت زوينه، وكنتمنى 2020 دوز ما احسن منها. اخر حاجه نختموا بها ماريا، الاغنيه ديال مشيت عندو للغربه بمناسبه راك في الغربه. ورحت عندو للغربه كنت معوله باش يلقاني، قابلني بالتعفار قال لي روحي راه القلب نساقك، ملي نساني ننساه والمغرب نرجعو تاني. برافو لي خطيك لاله ماريا. اخر كلمه للجمهور شوف تي في؟ كنحييهم بزاف وتبارك الله عليهم، ودائما الجديد ودائما مع شوف تي في. كنقري هنايا في المانيا في مدرسه وفي الجامعه، وكنقري بالخصوص التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصه. لاله سناء، انت مفخره للمراه المغربيه، وكنفتخروا بك بزاف انك في الديار الالمانيه وفي الغربه وفرضتي الوجود ديالك. شنو تبغي تقولي للفتيات المقبلين على الهجره لالمانيا ولا لاوروبا بصفه عامه، النصائح اللي تعطيهم؟ انهم منين يجيو يكافحوا ويقراو مزيان. في الاول الطريق كتكون شويه صعيبه، ولكن في الاخر الحمد لله ربي كيعاون وربي كيساعد. استاذه سناء، كنتمنوا لك التكريم يكون فيها الخير عليك، واخر كلمه تقولي للجمهور ديال شوف تي في في جميع ارجاء العالم. كنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله، وكنتمنى لكل شيء ربي كل واحد يسهل عليه ويساعد اي واحد بغى يوصل ويبغى يفرح بلادو وعائلته. كنشكر كاع المشرفين على هذه الحفله، تبارك الله كانت حفله رائعه ومميزه، كانت حفله لاخر سنه، وكان حفله 2000 حفله اخر سنه 2019 اللي كانت كان مناسبه رائعه وسنه مليئه بالافراح وبالمناسبات الرائعه. وكنتمنوا السنه 2020 تكون سنه احسن ويكون يعم فيها الامن والسلام. عمري في 18 سنه، وانا وماما كنديروا تنكات. حنايا عندنا الحوايج نتاع الحني وكل شيء شنو كتحتاج العروسه حنا كنديروه. بالنسبه ل 2019 2020 يعني شنو الحوايج اللي قدمت لك 2019 خايبين وحوايج اللي قدمتهم لك زوينين؟ الخايبين انا ما كنشوفش شي حاجه خايبه، كل شيء تجربه نتاع الحياه، وكنتعلم بالاخطاء ديالي. ولكن انا شفت بزاف نتاع الحوايج زوينين، تعرفت على ناس جداد وناس ظريفين، وتبارك الله كل شيء كيدعمونا. امانه دائما كتدعمني، دكتور ماجد وكريم دائما معايا، وشكرا بزاف. ان شاء الله يكون 2020 احسن من 2019. اخر كلمه للجمهور ديال شوف تي في؟ شكرا بزاف على الانتغاس ديالكم ليا، وان شاء الله تشوفوا اكثر من الخدمه ديالي، وانا I am so excited نشوف اكثر منكم الانتغاس ديالكم.